لا استثناءات لزبائن النفط الإيراني بعد الثاني من أيار المقبل، آخر قرار وصلت إليه الإدارة الأمريكية وصافرة النهاية لسنوات من الكسب المالي الإيراني عبر بيع النفط وتوظيف مردوده في تمويل الحروب وإشاعة الفوضى. وبحسب القرار الأمريكي فإن صادرات النفط الإيرانية ستصل إلى الصفر في حال التزمت الدول الثمان المستثناة سابقاً بعدم شراء أي برميل نفط إيراني، ومن تمتنع تجد عقوبات أمريكية صارمة كما أعلن البيت الأبيض. تصفير صادرات النفط الإيرانية سيترك نقصاً في سوق الطاقة العالمية، تعهدت السعودية والإمارات وأمريكا بسده عبر رفع إنتاجها، ما يؤمن تدفق النفط والحفاظ على المستوى المطلوب لسد احتياجات الدول المستوردة. التفاعل السريع مع قرار ترامب وخصوصا من الدول المتاذيه من نظام طهران ياتي كرساله سياسيه مفادها ان الاستمرار في تهديد الامن الاقليمي وتغذيه الصراعات الطائفيه والمضي في انتاج صواريخ بالستيه لا يمكن القبول بها وان من حق العالم التحرك لاجبار السلطات الايرانيه على التراجع والتفكير بخيارات جديده. ايران من جهتها تستمر في المكابره والتعامل مع العقوبات تعاملا سياسيا في سياق خطاب تسجيل النقاط واظهار التشدد في المواقف دون ان تبحث عن التاثيرات القويه للخطوات الامريكيه المتتاليه الهادفه الى منع تصدير نفطها وزاره خارجيتها نددت بالعقوبات الامريكيه الجديده واعتبرتها غير قانونيه فيما لم يجد الحرس الثوري ردا لهذه العقوبات سوى التهديد باغلاق مضيق هرمز وخلق ازمات اقليميه جديده. يقترب الثاني من ايار وبعده اما ان تكون بحسب المعطيات ضربه قاضيه لايران او انها مجرد استعراض امريكي وتسجيل مواقف من اجل ابتزاز دول المنطقه.